مدام دلال عبد العزيز. ودلوقتي احنا عايزين نلعب معاهم لعبة التوافق. انتوا طبعا ما شاء الله العمر كله يعني يا رب تفضلوا عايشين سوا في سعادة وهنا، بس ده ما يمنعش ان احنا نختبر انتوا تعرفوا بعض لدرجة ايه وتعرفوا بعض قد ايه ومتفاهمين ازاي. فاحنا مجهزين لكم دلوقتي السبورة الجميلة دي، ماشي؟ حضرتك تاخدي السبورة والقلم والأستيكة. دي السبوبة الحلوة دي. طيب ماشي، وهنسألكوا سؤال، يعني انا هسأل حضرتك سؤال وعليك تكتب الإجابة من غير ما تقولها، وعليك يا أستاذة دلال برضو تكتب الإجابة، وبعدين نلف فنشوف مدى التوافق. ونفس الموضوع مادي هيسأل إيه أستاذة دلال وكده، ماشي؟ يعني مادي قاعد مش له شغل، يعني له شغل مش قاعد بيلعب هنا، هيسأل معانا. أول سؤال لأستاذ سمير، إيه أكتر أغنية أستاذة دلال بتحبها؟ اكتب على طول. انا اكتب اللي هو بيحبها. ايوه اكتبها اللي انا بحبها. اللي انت بتحبيها. خلاص يا استاذ سمير. ده كتب البوم كام؟ طب كمل الكوبليه بقى. خلاص يلا، واحد اتنين تلاته، نلف البورد كده. يلا ايه دي؟ ده حقيقي الكاتب بتغنيها مش انت عارفها؟ انا الحاجة الوحيدة اللي بعرف اعزفها على البيانو كويس. يعني هي هنا استاذة دلال كتبت اهواك وانا بعشقك، واستاذ سمير كتب اغنية هو يغنيها لنا عشان احنا مش خد البزة واسكت. لا 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 غنيها حقيقي، ما تقلدش الست. مش دي نعيمة المصرية؟ ايوه صح، برافو عليك. ايوه صح، اللحن مش فاكره قوي. هي نعيمة المصرية صح. نعيمة المصرية. ايوه اما نعيمة. خد البزة واسكت، خدي بزة ونام. أما بزة اسكت، أما بزة ونام. أمك السيدة لا شيخة، وأبوك حسن الإمام. يعني المفروض اغني الغنوه دي يناموا، ما حدش نام خالص. لا بس انا يناموا ايه ده، صحيوا. يعني برغم ان هم كتبوا حاجات مختلفه الا ان احنا هنديهم نقطه على الاغنيه الجميله دي. ثانك يو ثانك يو. سؤالي مدام دلال، استاذ سمير لابس شراب لونه ايه؟ اتفضل اكتب. لا مالكش دعوه بيها، اكتب يا استاذ. اكتب اللون، اكتب اللون برضو شرابي. الاجابه يلا، واحد اتنين، ده لسه واحد اتنين تلاته. هنا الاجابه رمادي غامق، وعند حضرتك ده كلمه كده اسود ولا احمر؟ يخرب عقلك، انت لسه شراب احمر؟ انا علمتك كده شراب؟ لا يا بابا، واو ازاي ما عرفتش كده؟ قلت لك ركبي نظاره مش عايزه. وبرغم برضه ان هم خسروا النقطه، لكن احنا هنديهم النقطه على شراب وشيكه استاذ سمير. ونقطه ثانيه. دلوقتي انا هسال حضرتك يا استاذ. ايوه هنكتب برضه؟ طيب نمسح اللي فات. نمسح الاحمر ده. قول لي استاذه دلال مثلت كام فيلم؟ دلال؟ ده انا نفسي ما اعرفش. بالتقريب مثلا، يعني بالتقريب صح؟ من كذا لكذا. يعني مش كتير دلال مثلت، يعني دلال قول لي. يعني اكتبهم. يا مؤاخذة يا باشا. لا ولا يهمك. دلال اكتبهم حضرتك. انا فاكر اللي معايا وهي لوحدها يعني. طب نخليها اللي معاك.
اللي معايا ماشي ليه اللي معايا واللي بره؟ اه خليهم اللي مع حضرتك كله مع بعض. خلاص حضرتك كتبتي؟ اه انا كتبت اللي كله تمام كتبت؟ لا لسه تقريب كده. طيب يلا واحد اتنين تلاتة ونلف اقلب عشر ايه ده انت مش في الدنيا وهنا من 30 لـ40 فيلم ده من ورايا طبعا واضح ان هي خنصرت كتير بس هو الرقم الحقيقي 44 فيلم بجد ايوه يعني واحنا بنحكي عليهم كلهم الحقيقه يعني ما شاء الله بجد ربنا يديك 55 فيلم يا جماعه 55 فيلم كانت مترشحة ل 55 رفضت 5 وقبلت 5 فاضل 5 طيب اسأل يا مدام سؤالي بقى لمدام دلال آخر فيلم اتفرج عليه أستاذ سمير فيلم عربي يعني؟ فيلم عربي فيلم أجنبي آخر واحد أجنبي بس ما بيلهاش في الأجنبي لا بس هعرف ماشي اتفضل أستاذ سمير اكتبها بالإنجليزي ولا أو بالعربي عادي بالفرنسي اخر فيلم انا شفته ده هي كتبته ما هي اعتقد كده جنبي اخر واحد كان ايه كان امتى امبارح طب امبارح طب يلا اكتبه بس اللي كتبته ده مش بشوف في اليوم ثلاث افلام مؤخرا يعني بشوف في اليوم واحد منهم ثلاث افلام يعني هفتكر لك واحد منهم في لك فيلم رعب من اللي انت بترعبني بيهم بموت في الرعب انا ده الاقي الصوت عالي بقى ايه سمير وطي حرام عليك اطلبه في التليفون عشان مكسله اقوم بتكلم بعض في البيت حتى لو ما لو مفيش اول ما افتح التلفزيون بدون منال هو لسه ما شغلش حاجه سميتها دلال وطي طب اكتب لنا حضرتك الفيلم اخر فيلم اخر فيلم يعني انا بشوف الفيلم تقريب مش لازم امبارح يعني بالتقريب انا اصلا المصيبه بنقل بلغي الاسم أيوه. عشان اوفر في الشريط تايم برحل برحل انما فيهم واحد عربي عارف فيلم شفته امبارح طب مش عايزه تغيري قبل عشان تكسبوا النقطه هو كتب اخر فيلم امبارح اهو عربي والله ايوه ماشي ده جميل كان لسه امبارح شكله هو ماشي طب يلا نلف بقى هو في الأج حتى لا يطير الدخان البعض يذهب للمأذون مرتين لا لا لاند والبعض يذهب للمأذون مرتين لا لا لاند ده انت كنت بتشوفه قريب انا كنت شفت ده امبارح الاوسكار وانا بقلب كده فشدني عادل امام كان عامل شغل رهيب طبعا قوي وللاسف برضه خسرت النقطه بس يعني ان شاء الله نكمل في السؤال إيه اللي بعده اختي ولا يهمني وربنا يكتر مش متوافقين خالص لا والله انتوا كشفتون طب يلا عمالين نقول خلافات اقول لكم الله اكبر طب انا هسال حضرتك يا استاذ امسكوا الخشب اتفضلي يا حبيبتي قول لي ده ما فيش حاجه صح حتى بس في توافق ما شاء الله بس في توافق بالنيه الاعمال وبالنيات قول لي يا استاذ سمير ايه السبب اللي خلى ديدي اخر مره عيطت اكتبه لنا السبب هقول لك اكتب انا كمان لا هنكتبه عشان آخر نعرف اخر مره عيطت اصل هي يعني ربنا يبارك لها اي حد من الفنانين يموت او بتعب ما بتسيبوش تروح العزا وتروح يعني الاخر انا بتعب نفسيا بتعب يعني فمش عارف من كتر العزاءات ولا الحاجات اللي راحت مش عارف اقول يعني نكتب حاجات عزا كده لا ولا اخر مره ممكن تكون قعدتي في البيت بسبب مثلا رجلي حضرتك اتخبطت في الكومودين وحاجات عاديه اللي كلنا بنتعرض لها دي ما بتعيطش خالص؟ مين هي؟ يا لهوي طبعا اذا كان كل يومين عزا كل يومين انا ما بحبش اشوفها وهي بتعيط الحقيقه يعني ف انا كتبت حاجتين فعلا حقيقي والله انا لسه مفيش انا صادقه مش كده؟ ايه
انا مش عايز اكتب بقى مش فاكر ايه يعني اصلا كتبت هكتب من انا اصلي مبتسم على طول ما بعنكتش عليه يا رب دايما يا رب يجيب عليكم الابتسامه طب خلاص نشوف شويه لا بس هو الحقيقه مرض إيمي بنتي وهي عيانة ده وهو كمان أكتر مني كان بيعيط ربنا يشفيها ودنيا وهي مسافرة وسايبة كايلة لأول مرة لا أنا إيمي وهي تعبانة لوحدي مش قادرة أشوفها كده ف ربنا يشفي إيمي ويرجع دنيا بالسلامة يا رب إن شاء الله يا رب وتفضلوا كده متجمعين بحب ودايما وفرحانين وما يجيبش أي حاجة تخليكم يا رب تعيطوا تعيشي بس برضه ده ما يمنعش انما اخر عياط بقى على الزملاء على الزملاء والاساتذه كانت ماما كريمه مختار الله يرحمها يعني دي ست جميله الله يرحمها هو دايما اخر كل سنه تروح واخده شويه معاها كده دايما صح من العظام والكبار يعني نظرت الواحد بيبقى يجيب لا يا حبيبي بعد الشر يا رب يخليك لينا يا رب وما يحرمناش منك ابدا يعني انت الضحكه الحلوه في حياتنا والله العظيم بجد من قلبي يا رب نفك بقى بلاش الموضوع ده بقى ونفك بقى ايوه صح سؤال نعود كمان سؤال المدام ده ليه ايه اكبر عيب موجود عنده استاذ سمير كيتي اكبر واحد ايوه بس عاجبك ايوه طبعا لا ما هو بالنسبه لها عيب يعني جايز تقول هي حاجه بالنسبه لها هي عيب عندها انما عندنا مش عيب عادي جدا وحضرتك اكتبه بقى اخر عيب فيا اخر عيب هو اكبر عيب اكبر عيب حضرتك اكبر عيب عند حضرتك اكبر عيب فيا او اكتر حاجه هي دايما تقول لك لو تبطل كذا يا سوسي كده زي ما بقول لي ما تدوش بقول له يا بسبس لو تبطل كذا بقول يا بسبس انا بقول له يا مدوجي لو تبطل تحشر لو تبطل تشخر لو تبطلي لو تبطل انت قلت العيب فيك انت لا يا بتعمل حاجه ثانيه ها طب يلا التشخير هنا ستيريو ايوه فظيع ايوه جنبين انت كتبت العيب عندك انت من ضمن عيوبي يعني طب يلا من ضمن ايوه خليك صريح من ضمن ماشي يلا نلف نشوف يلا طيب زيادة عن اللزوم يا الطيبة زيادة عن اللزوم لا لا دي نقطة جميلة الله والله كده ده بص بقى ومجاملة الآخرين مجاملة الآخرين دي الله أكبر عليهم عصافير يا جماعة والله والتوافق مغرقنا يعني مش حقيقة لا هو بني آدم طيب جدا بس بيجي على جدة حلو الحمد لله بس بيجي على دماغي يا حبيبي يعني المفروض ان الطيبة دي ميزة بس لما تزيد لا بتزيد بتتورط وبعدين لا هي ساعات لما بتزيد برضو بتبقى كويسة بس العيب في الآخرين اللي يستغلوا الطيبة دي ده اللي بيضايقني صح صح يبقى الطيبة مش عيب صح لا يعني عيب هي الطيبة مش عيب بس لما الآخرين يخلوها عيب ده اللي بتتقلب لطمع الغير بالظبط ده كويسه معاه خلاص يبقى لا ده مش عيب يا استاذ سمير لا وبعدين عند المشكله ايه ان محدش بره حاسس بيك انت ايه عيان بايه وبتبقى تعبان بايه مين عيب في البيت تعبان مين يعني اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد 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 انا كنت عايز اسمعها اذا تكرمت اللئيمه فرشحته ودلوقتي سؤالي فشفشته خليها فشفشته فشفشته ماشي طب دلوقتي سؤالي لحضرتك ايه الاكله اللي اتعشت بيها ديدي امبارح اولا هي جمالها اتعشت بره وجابت لي العشاء معاها خلاص أيوه. نكتب من عند صاحبتي نكتب من عند حشوير صاحبتي استنى ما اركز كده يا حبيبتي هو انا سخنت ايه السمك بالصوص الابيض طيب هي الاجابه من غير ما تكتبها ايه الاجابه صح ونقطه كمان
وبكشك وبكشك والكشك بالفراخ والكوسه باللبن. بس دول ما مش حلوين، هو السمك الابيض بس عشان الزهير ما تزعلش. لا ده كان جميل يا زهير، كنت هتدينا حاجه بقى الكوسه باللبن. ايه يا مدام ده الكوسه باللبن؟ عامله والله عجبتني جدا انا، عامله كوسه باللبن جميله. ايوه اول ما قالوا انت الاثنين قلت اللهم اجعله. هي بقى في حاجه جديده لذيذه جدا. انا ماسك التليفون بكلم اي حد، هي بتيجي من بعيد تتصنط، مش عارف انا بكلم مين، انها بتعمل ده. ما هو زي كده يعني، في اخبار حاجات ما تتقالش. لا ليه؟ وهو بيحكيها لاي حد. ما هو دي بقى من الطيبه. ده بقى بص لها بقى، هنا بقى الطيبه زياده عن اللزوم. ايه انا بكلم كذا كذا اهو، وما تمشيش، تفضل وقت تشوف ايه الكلام. انا بتطمن. يا ايه يا ايه يا ايه، انا بكلم مكالمه هي عايزه تصححها لي. ايوه او فاكر ان انا هقول حاجه يعني. لا هو غلط، فتروح ايه انا بقى ابقى في ماسك التليفون بقى. لو تعرف انا عايز اعمل ايه، عايز امسكه بالعده كده وابوس. تا 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 انت غلبتني يا سماعه. لما يديني تليفون ابص الاول عشان اطلعك اشوفها واقفه فين. نفسي انا لو اعرف اصور كنت اصورها في الحته دي. لذيذه جدا، كوميديانة رهيبه، تحس حاجه ملهاش لازمه دخلت كده وراحت طالعه. انتوا هتقفلوا الحلقه لا دي؟ لا 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 حالا قربتوا تخلصوا ولا لا؟ انت جيتي لنفسك. مدام دلال خلاص، السؤال اللي بعده بقى. انسى اللي فات، ايه اكتر بلد استاذ سمير بيحب يروحها؟ اكتب يا سمور. دي اكتر بلد. هو في كذا بلد حقيقي. لا احسنهم بقى اللي انت بتحب تروحها. مودك بيجي هناك. عرفتها، مكتوبة بقلب. نفس. ايوه صح. نلف لف. يلا نلف. يا بنت الايه. ايوه على لبنان. واحلى تحية لبنان. الحاجات التقيلة اللي انا هرشها. طب انا كنت هقول تونس والله، ما هي تونس برضه فيها لا نفس. لا لبنان بتحبها انت. لبنان مين ما يحبش لبنان؟ طبعا. طيب دلوقتي سؤالي لحضرتك يا استاذ سمير، قول لي ايه اكتر حاجه استاذه دلال بتصرف عليها فلوسها؟ اكتب. هتكفي؟ اعتقد. ايوه ايوه هي اللي تحت دي. هي اللي تحت دي لسه. ايه ايه فضيحه ولا ايه؟ لازم ادلعك شويه يا ماما. طيب ماشي. ايه شفتي حكي تمام تمام. ده ايه ده كده؟ عايزين نلف بس كده قصه حياتي ولا ايه؟ نيل على فكره. ده مش مكفيه يا جماعه. ده حضرتك كده بتعملها كشف الضرايب كده. انت كده في غل دي اخر واحده غل. هتجيب الضرايب ليه؟ خليك تا تا تا. يلا نلف. هدايا لاصحابها وجزء كبير من مصاريف البيت كفايه تليفونات. وهنا برضو في الهدايا، فيبقى خدوا نقطه كمان.